هل يجوز قول المؤمن انا مؤمن ان شاء الله؟ نرجو توضيح ذلك. نعم يجوز عند اهل السنه والجماعه يقول انا مؤمن ان شاء الله، وليس المراد الشك، لا المراد ان شاء الله، لانه لا يدري هل استكمل الايمان ام لا، الايمان له واجبات وله اشياء تعلق بالفضل المحرمات، فيقول ان شاء الله، يعني ان شاء الله كمال ايماني وتمام ايماني، او بالنسبه للعاقبه لان ما يدري ما لا يقسم له به، فيقول ان شاء الله لان لا يدري ما هي الخاتمه. والمرجئه تنكر ذلك ويقول لا شك، وهذا غلط. والسنه والجماعه يستهزئون في الايمان من دون شك، بل بالنظر الى استكمال واجبات الايمان وبالنظر الى الخاتمه.